مش ناوي تبيع العربية الخردة دي يا بابا؟ العربية دي؟ ايوه العربية دي. العربية دي زيك تمام. زي يعني ايه؟ حد يقدر يبيع بنته؟ لا بس دي خلاص. لا مفيش حاجة اسمها خلاص. لما واحد بيعيا بعمل فيه ايه؟ بتعالجه، مش انت دكتور؟ يبقى خلاص، دي بقى لازم اعالجها. في تليفون هناك، هروح اتصل. اجي معاك؟ لا انا هعدي الشارع، خليك انت هنا. اوعي تتحركي. Thank you.
لحضرتك حاجه تشربها؟ مش عايز حاجه يا باشا، هدي الصناديق عشان مفيش حاجه تضيع. حاضر. يا استاذ وقعت من الصندوق غصب عني. معلش يا عيشة، ما حصلش حاجة. هاشم ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. ازيك يا عادل؟ كلنا كويسين الحمد لله. امال فين الشرطة؟ الشرطة في الاوتيل. اوتيل ايه؟ معقولة؟ هو انا مش اختك وده بنت اختك؟ يا هدى افهميني بس. ايوه المفروض تقعد عندي هنا في البيت. يا هدى قاعده في الاوتيل هبقى مستريح اكتر. معقول يا هاشم الكلام ده؟ بعد ما سافرت بعد الجنازه قعدت افكر. انا قررت اسيب اسكندريه واجي اقعد في مصر. وهترجع هنا برضه للجامعه يا هاشم؟ ايوه. قول لي يا هاشم هتفتح عياده فين؟ يا هدى انا مش ناوي افتح عياده ولا حاجه. انا كفايه عليا المحاضرات والجامعه. عموما الدراسة لسه بدري عليها. لا خسارة يا هاشم. مش قادر، مش قادر يا عادل. أنا بعد الحادثة ما بقتش قادر أمسك فنجان القهوة. تقول لي أفتح عيادة وأمسك مشرط. سيبه براحته يا عادل. أنا مصدقت إنه يخرج شوية من حزنه ويقلع كرافتها السودة. قول لي يا حبيبي، ناوي تقعد في الأوتيل على طول؟ أنا وصيت سمساري يشوف لي فيلا بعيدة. في المعادي مثلا. فيلة إيه بس؟ معقولة تقعد في فيلا طويلة عريضة لوحدك؟ أنا خلاص ما بقتش عايز حاجة من الدنيا غير إني أبقى لوحدي يا هدى. حتى التدريس ما كنتش عايزه. أنا عايز أعيش بقية عمري مستريح. لكن أموت لو عشت من غير شغل. أنا حاضرة شايفها قدامي ليل ونهار. مش هنسى أبدا إن أنا كنت السبب. طول عمرك انسان قوي، ما احبش اشوفك ابدا بالضعف ده. يا هدى انا لو ضعيف كنت رميت نفسي تحت العربيه وراها على طول. وبعدين بقى، وبعدين في النكد ده. بابي. نعم يا حبيبتي. انت عارف. طب يا حبيبتي روح لعنايات خليها تحضر لك الغدا. حبيبي يا هاشم. Thank you.
الو ايه هدى؟ اسمع يا سيدي الاخبار. امبارح بالليل كنت سهرانه مع واحده صاحبتي وعرفت مني انك انت عايز فيلا. هي بقى عندها ناس صحابها عندهم فيلا وعايزين يبيعوها. في الهرم. طيب حاضر. اسمع هخليها تعدي عليك بعد ساعه. لا لا ساعه ايه؟ يا ساعه معاكي كام دلوقتي؟ بقول لك ايه يا هدى؟ خليها تعدي عليا الساعة 6 7 بعد الظهر. لسه هروح الجامعة وعندي كم مشوار مهم كده. طيب روحي. مع السلامة. مع السلامة. دكتور هاشم فريد. نجلة فؤاد. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. هدى كلمتني عن حضرتك. ايوه. الفيلا تحت امرك. بس هدى قالت لي انها في الهرم، بصراحة أنا كنت عايز فيلا في المعادي. خلاص مفيش مشكلة. عمي الله يرحمه كان عنده فيلا في المعادي، وأنا المسؤولة عنه. طب إذا ما كانش عند حضرتك مانع يعني؟ لا طبعًا، تحب تتفرج عليها، جايز ما تعجبكش. اتفضلي. دي مش فيلا، ده قصر. يعني ما اقدرش اقعد في القصر ده كله لوحدي، بخاف. حضرتك متجوزه؟ كنت. عندك اولاد؟ للاسف لا. اتفضل واحد ثاني. اتفضل. دكتور وفنان يعني زي دكتور جميل والي. انت عارف انه بيعزف على العود؟ كل واحد لازم تكون له هوايه. مرحومه كمان كانت بتلعب بيها. الله يرحمها. مفيش داعي بقى تفتكر الحاجات اللي تضايقك. تيجي نتفرج على بقية القصر. عندك حق. اتفضلي.
الدور اللي فوق؟ اظن كفايه قوي اللي تحت، واضح قوي ممكن يكون في ايه فوق. طب تحب تشوف اوضه المكتب؟ اتفضلي يا فندم. مني احول القصر ده المتحف وانا رفضت. ده عشان انا اخده. نصيب بقى يا دكتور. طلباتك يا مدام نجلاء. قلت لي طلبك كام في القصر؟ من غير خلو وايجار 500 جنيه في الشهر. لا مش ممكن. ليه مش ممكن؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا اما بقى عايز تخلص من القصر ده باي طريقه، يا اما وقعت في دباديب سيادتك يا سهاش. يا هدى حرام عليكي، حرام عليكي. جرايه يا هدى، يعني قول لها مش عايز. خلاص يا سيدي، مبروك عليك القصر وصاحبة القصر. خلينا نعرفها. بقول لك يا هدى، نجلاء دي مصرية؟ لبنانية، مولودة هنا في مصر. لا مؤاخذة بيه، خلصنا. شكرا يا سيدي، قعدتكم معايا قوي. لا يا بيه تحت امرك. اتفضل. شاكرين يا بيه. ام طلعت. ايوه. اعملي حسابك هتيجي مره كل اسبوع، ها؟ بس هجيب واحده معايا تانية بيه عشان البيت كبير عليا. ما عنديش مانع. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مش عارفه اشكرك ازاي يا نجلاء. على ايه يا حبيبتي؟ على ايه ازاي؟ انت قدمتي لهاشم اخويا خدمه العمر. كل ده عشان خاطرك. عشان خاطري انا ولا عشان خاطره هو؟ واضح بقى انك انت معجبه بيه قوي. ما تتكسفيش قولي لي. اقول لك ايه بس؟ هو انا شفته غير من 3 ايام بس؟ وماله؟ وتشوفيه تاني وتالت ورابع كمان. انت عايزه توصلي لايه بالظبط؟ هاشم اخويا انسان وحيد، بعد الصدمه اللي حصلت له بقيت خايفه عليه قوي. عشان خاطري يا نجلاء ما تسيبهوش لوحده. بس انت اقرب له مني. بس جايز في وقت من الاوقات تبقي انت اقرب له مني. جايز يقدر يقول لك اللي ما اقدرش يقوله لي انا. واضح انه مرتاح لك جدا. شيل يا دكتور، قال امل دول شوية الحاجات اللي موجودين في القصر لقيتهم عندي. انا بنت اجرت القصر وانا رجعها
يعني ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. مدام نجلاء. نعم. انت شايفه ان ايجار القصر ده مناسب؟ هي ما تتكلمش في الحاجات دي. ثم في حاجه ثانيه. اتفضلي. انا اسمي نجلاء مش مدام نجلاء. حاضر يا نجلاء. اوكي. قالك تصبح على خير بقى. بقول ايه، انت بتروح على فين؟ خلاص جبت لك الحاجه ومروحه. باي باي. بقولي. نعم. انا بكره ان شاء الله عازم هدى واختي وجوزها على الغدا. عندك مالك تتغدي معانا؟ اوكي حاجه. ميرسي قوي. باي باي. اكيد ما انتش نايم كويس يا هدى. انا مسكت الكوره بايدي بس يمكن المطالعه نسيت تشيلها او شويه هوا زقوها من فوق. ممكن. اكيد. ايه
الو مدام نجلة، انا متاسف اللي بكلمك في وقت زي كده، بس انا عايز اقابل حضرتك ضروري. فين؟ عارف. طيب يا فندم، الساعة 9؟ متشكر قوي، متشكر، متاسف تاني مرة، مع السلامة. كويس يا دكتور. صدقيني ما كنتش بحلم. بس في حاجه في البيت انا ما شفتهاش. الظاهر اوضه او قبر. يمكن هي اللي بتعمل الصوت ده. انا افتكرت دلوقتي. ايه؟ عمي كان بنى اوضه صغيره ورا الفيلا. عارف؟ وكان عامل فيها حاجه كده زي تدفئه، انت عارف قبل الاختراعات الجديده دي. جايز هي اللي بتعمل الصوت ده؟ والله جايز. على العموم هشوفها الليله. لقيت حاجة؟ أبدا يا دكتور، الفرن جنب مزاد حديد، مشتغل 50 سنة لقدام، أصل الفرن ده معمول زمان أيام ما كان فيه خشة وإخلاص. يعني ما كانش فيه حاجة مفتوحة؟ باب الفرن كان مفتوح. الظاهر بقى الهواء كان بيزق. هو يا دكتور، ده عشان الباب اتفتح من المطرحة، عاوز 10 فتوات مع بعضيهم، عقبال ما يتفتحوه. أنت أدرى. طب عايز إذنك. عايز كام؟ اللي يجيبه بيه. 5 جنيه كويس؟ كويس يا بيه. مع السلامة. الله يسلمك. Thank you.
سلامتها. ها؟ بقولك ايه؟ عندك دواء كحة؟ اه. بروكسال كويس اديهولي. بالمرة كمان اديها قرص نوفالجين او حاجة عشان الحرارة تروح. اذا كان في حرارة لا يا روح ما تخافيش عليا. ما تقلقيش انا كويس. تصبح على خير. مع السلامة. بتشوف لها زخت ولا ايه؟ هاشم؟ ها؟ مالك؟ لا ماليش ولا حاجة. مالكش ازاي ده انت سرحان خالص؟ انا بشوف زور خالص. زور ايه بس؟ البنت فاتحة بقها بقالها ساعة وانت مبحلق فيها ولا كأنك هنا. سافرت وجيت ولا ايه؟ كنت بشوف اذا كان لوز ولا احتقان في الزور. وطلع ايه؟ لوز. ابو العم ولا حاجة. أنا هكتب لها دلوقتي على الأنتي بيوتيك بعد ما تخف إن شاء الله. هدى لازم تعمل لي العملية. حاضر. هاشم. نعم. تعالى معايا تحت، عايزك في كلمتين. مش معقول يا هاشم تفضل حزين كده طول عمرك. ما كنتش أحزن على بنتي يا هدى، أحزن على مين بس؟ كلنا هنموت يا هاشم. أيوة لكن أستغفر الله العظيم يا رب، حاول إيه؟ أوعى تفتكر إني ما حزنتش عليه عشان بقول لك كده. بس أنا إنسانة عملية، ومفيش حد بيعيش أكتر من ربنا في الموت. ونعم بالله. خلاص يبقى نعيش. انا عايزاني اعمل ايه؟ اولا تفتح عيادة. طيب وثانيا؟ ثانيا يا سيدي مش معقول ابدا تقعد في بيت طويل عريض كده لوحدك. اتجوز. انت فاكره ان الجواز بالسهل يا هدى؟ اه طبعا. انت في عز رجولتك لسه يا هاشم، والف واحده تتمناك، ثم الجواز خلاص ما بقاش صعب زي زمان. لسه بدري يا روح، لسه بدري. هو ده اللي حصل بالظبط يا نجلاء. انا راجل عارف كويس قوي بقول ايه. تفتكر في ايه؟ معرفش. صوت دق ورزق اول امبارح، وقبليها بكام يوم كوره تنط من فوق السلم وتنزل قدامي بالظبط. ايه ده؟ انا عمري ما قابلت بالكلام ده ابدا. هاشم تعالى اقعد جنبي شويه. في حاجة عايزة أقولها لك. ده كلام أنا ما كنتش عايزة أقوله، لأني كنت فاكرة إنه عمي كبر في السن وبيخرف. هو مش عمك اللي باني القصر ده؟ لا، عمي اشترى القصر ده من 20 سنة، قعد فيه فترة قصيرة وبعد كده ساب القصر وجي قعد معانا وحكى لبابا اللي حصل الله يرحمه. بس طبعا بابا ما صدقوش. المهم كانوا بيجوا بيقعدوا في القصر كل 6 أو 7 أشهر كده. اما تميت 21 سنة استلمت القصر ده، لكن عمري ما فكرت اجي اقعد فيه حتى لما اتجوزت. مين كان صاحب القصر ده قبل عمك ما يشتريه؟ معرفش، لكن ممكن اعرف من العقد اللي عندي. ها؟
ايوه لاننا لو عرفناه ممكن نعرف قوي ايه اللي حصل في القصر قبل ما يتباع لعمك. وتعرف منين؟ متأكدة ان ده المحل بتاع الراجل اللي باع لعمك القصر؟ ايوه طبعا، انا اتصلت بيه وتأكدت انه هو، وجبت نمرته من الدليل. الله يرحمه، عمك كان راجل عظيم. متشكرة قوي. سيادتك فاكر اشتريت القصر ده من مين؟ ايوه استنى ما افتكر اسمه. كان اسمه ابو زيد حسين ابو مجاهد. بالظبط كان اسمه كده. لان مراته وبنته ماتوا في حادثة عربية. وبعدين؟ ما قدرتش يستحمل الصدمة. وعشان كده خدمه وسافر لمصر. وعشان كده بعد القصر. وبعد كده عرفت انه كان جوز الام، يعني مش ابو الولد ولا البنت اللي ماتت. طيب الفتره اللي حضرتك كنت ساكن فيها في القصر، يعني ما حصلش اي حاجه غريبه؟ والله يا ابني ما خدش بالي من الخرافات دي. يعني حصل حاجه في القصر؟ سمعت حاجه؟ سمعت وحسيت. لا ابدا بفكر، هل اللي بيحصل ده له علاقه بالحادثه اللي حصلت لي واللي حصلت لصاحبه القصر وبنتها؟ حادثه؟ ايوه. ايه اللي بيحصل في القصر؟ مين؟ اسمع يا هاشم، انت تنسى خالص اللي بيحصل في القصر دلوقتي. تعال نروح نقعد في اي حته، ولا انت خلاص عايز تروح؟ لا ابدا بالعكس، تعال نقعد، انا خلاص دماغي هتنفجر، مش قادر افكر صح ابدا. نروح النادي؟ يا ريت. يلا يلا. Thank you.
روح روح. انت بتعمل كده ليه؟ بتخوفك؟ عايزاك تسيب القصر؟ والله ما انا عارف، انا خلاص ما بقتش قادر ابدا. اسمع يا هاشم، لو ما بقتش قادر انا هرجع لك فلوسك واقفل القصر ده خالص. يا نجلاء انا مش بقول لك ده عشان تقولي لي كده، مش هو ده المقصود. انا مش عايزاك تتعب اكتر من كده. يا ست مش انا اللي تعبان. امال مين؟ روح البنت اللي شفتها في البانيو هي اللي تعبانه. من ايه؟ مش عارف، حسيت ان انا عايز اتكلمني بس مش قادره، زي ما يكون في حاجز بيني وبينها. صدقيني انا ما خفتش منها. عارف في الاول حسيت بايه؟ ايه؟ حسيت انها روح هاله بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن بعد كده حاولت افهم اللي عايزه تقوله. فهمت؟ لما حدفت الكوره ولعبت على البيانو حسيت انها عايزه تقول لي انها زي بنتي. اه، يبقى كانت عايزه تلعبك سد رد. ردت ايه وصدت ايه يا هدى؟ الله، ما هو هاشم الكلام اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي خالص. ممكن، وبما انك ما شفتيش اللي حصل يا هدى يبقى عمرك ما هتفهميني. مش فاهمه ومش عايزه افهم اي حاجه خالص. هاشم انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اعرف الروح دي جت منين؟ جت البيت ازاي؟ ايه اللي حصل؟ امبارح حسيت انها هتتجنن عشان عايزه تتكلم. كانت بتنسي كل حاجه، بتنسي المدرسه بشكل غريب يا هدى جدا. يعني كانت حاجه تجنن يا هاشم؟ كانت بتهز كل حاجه في البيت؟ ما هو ده اللي حصل. طيب انا هروح اعمل لكم شاي، اصل الخبرين اللي بتعملوا لي في مخي ده ممكن يخليه يهز البيت. ما هي المساله ملامات بقى، روح صغننه تهز البيت ده وتهز الدجاج، لكن انا ممكن اهز الفيلا كلها. واضح انك متحمس وعايز توصل لحاجه. بالظبط، لكن ازاي؟ انا هتصرف. دي تعرفي حاجه عن المواضيع دي؟ مش عايزة أقولك آه ونقع في الدجالين. اديني مهلة يومين. خلاص. شفت الاكل هتجوع. اوكي، مين؟ لا بكره هعرف. اه طبعا واثقه فيهم. انت ما تقلقش، انزل تمشى شويه في الجنينه بعد كده ارجع كل ونام. ولما تصحى الصبح كلمني. اوكي، تصبح على خير. وانت من اهل يا ستي.
1936. الو هاشم، مالك؟ في ايه؟ ايه؟ طب هي الساعه كام دلوقتي؟ طب خلاص انا هجيلك على طول. طيب مع السلامه. ما كنتش مصدقه قوي الكلام اللي انت قلته. يا نجلة، لا تصدقي وما تصدقيش. ده انا لو مكاني كنت هبقى زيك بالظبط. هاشم انت راجل بتاع علم، مشرط وجبت، يعني حاجات ملموسه. صعب انك تؤمن بالحاجات دي لو ما كنتش شفتها بنفسك. فعلا عندك حق. انت عمرك ما حاولت تقرا اي حاجه عن الروحانيات؟ بصراحه ولا عمري فكرت اقرا فيها. طبعا انت تعتقد ان اللي موجوده هنا هي روح بنت صاحبه البيت اللي اتقتلت في حادثه العربيه؟ بالتاكيد. هاشم في ارواح هايمه، والارواح دي بتبقى شريره ملهاش مكان لا في السماء ولا في الارض، بتبقى مطروده لغايه يوم حسابها، بتقعد في اي مكان فاضي، واذا سكن حد المكان ده بتحاول تخوفه او تأذيه لغاية ما يخاف ويسيب لهم المكان ويهرب. جايز اللي تقوليه فيه شيء من الصح او الحقيقة، لكن اللي بيحصل هنا حاجة تانية. انا عندي احساس غريب، في حاجة جوايا بتقولي ان اللي هنا مش مؤذي ولا بيحاول يهربني من القصر، بالعكس عايز يفتح لي طريق لحاجة، بس مش عارف يوصل لي. في حاجز قوي بيني وبينه. انا هصدق احساسك وخليني معاك، جايز تكون انت على حق. ايوه طب والعمل اللي انا فيه ده، العمل ايه دلوقتي؟ لازم يكون في وسيط بينك وبين اللي هنا. وسيط؟ اجيبه منين انا الوسيط ده دلوقتي؟ مش انا امبارح قلت لك سيبني يومين؟ خلاص يا ستي استنى يومين. حاضر. Thank you.
اليوم 17/11 بدأت مرحلة جديدة. أعتقد أن هذه المرحلة ستحدث تغييرا كليا وجزئيا في حياتي. بدأت هذه المرحلة منذ اليوم الأول الذي أجرت فيه هذا القصر من السيدة نجلاء فؤاد. ولكن هذا القصر لم يمهلني الوقت الذي يمكن أن أستريح فيه. ولكن الأحداث بدأت مثيرة منذ اليوم الأول. ألو، أهلا، صباح الخير يا هاشم. الحمد لله كويس. لا عادل مش موجود في الشغل، ما انت عارف. وانت اخبارك انت والجار ايه؟ جلسة ايه؟ تحضير ارواح؟ انت اكيد كلمت. لا طبعا، مش ممكن انا احضر حاجة زي كده. روح طفل ايه اللي انت هتحضره ده؟ لا يا هاشم مش هحضر، ما بحبش الحاجات دي. اصلا لو حضرت بقى العفاريت اللي على جتتي كلها هي اللي هتطلع، وتبقى بقى زهر مش جالس تحضير ارواح. لا يا هاشم، هبقى اطمن عليك انت وهي. طيب مع السلامه. هما معاد الساعة كام؟ دلوقتي. معاد دلوقتي. انت عارف بتفكرني بايه؟ بايه؟ التلميذ الشاطر اما يكون مستني امتحان اخر السنة. انت هتتريق عليا؟ مع السلامة. ما كنتش أعرف إنه إحساسك صادق للدرجة دي. دي أول مرة تحصل لي يا نجلاء، ولو فعلا كان إحساسي صادق حسيت بكل حاجة هتحصل لبنتي. هاشم، ما تفضلش تلوم نفسك، ده ربنا هو اللي اختار لها الطريقة اللي تموت بيها. اوعى تفتكر ان احنا مخيرين. انت ما تقدرش تخطي خطوة واحدة الا بإذن الله. ونعم بالله. خلاص، يبقى تشيل عقدة الذنب اللي جواك دي خالص. حاضر. أنا خايفة عليك ومش عايزة أسيبك، لكن ما أنا فاهم. تصبح على خير. يلا.
برهاتيه برهاتيه كرير كرير تتليه تتليه طران طران مسجل مسجل ترقب برهش غلمش قطير قنهود برشال نموشلخ برهيولة كيدهولة أتوني مسرعين 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 الوحى الوحى العجل العجل الساعة الساعة أنزلوا أينما تكونوا. مين اللي موجود معانا؟ ولد ولا بنت؟ ست ولا راجل؟ مين اللي موجود معانا؟ ولد ولا بنت؟ ست ولا راجل؟ طفل. طفل ولد. عندك كم سنة؟ 7 سنين. 7 سنين. اسمك ايه؟ جمال. جمال. عايز ايه من البيت ده؟ هاشم كفاية كده، قوم نام بقى عشان خاطري. انت قلت انك ما نمتش طول الليل. ما قدرتش ما قدرتش. طب خلاص قوم استريح، على الاقل تقدر تفكر كويس. حاضر حاضر. خلال جهاز التسجيل. التسجيل هو الوسيط اللي بينكم. قول يا جمال، مين اللي قتلك؟ قوس ماما الميراث. اسم والدك ايه؟ جمال شوكت مهرام. طبعا انا مش سامعك، لكن حاول تفهمني. البانيو، الملجأ، الملجأ. حد اكتشف الجريمة يا جمال؟ وإذا ما كانش حد اكتشفها، دفنك هنا ولا في مكان تاني؟ محدش عرف. البير، الحزبة، طنطا، السلسلة، أرجوك، أنا تعبان. Amen. Amen.
اجاباته مختصره جدا زي اللي بيقول الغاز. اللي عرفته بقى ان اسمه جمال شوكت مهران. اللي فهمته ان عندهم ازمه في طنطا. طب اسمعي بقول لك ايه؟ اشوفك بعد نص ساعه. اوكي؟ مع السلامه. جمال شوكت مهران اللي كان وزير ودلوقتي عضو مجلس الشعب. الله، مش هو ده اسم الولد؟ مش جايز يكون تشابه اسماء؟ جايز او جايز لا. والله كل شيء ممكن، بس ازاي؟ واحد عايش وموجود والتاني مات. هي المسألة فعلا تحير قوي. على العموم كل شيء مسجل في دفاتر رسمية. اللي مش قادر افهمه حقيقي حكاية البير والسلسلة. حاول تاني. طبعا هحاول. وانا هجيب لك تاريخ جمال شوكت مهران، شهادة ميلاده فيها اسم امه. ما هو ضروري يكون فيها اسم امه. ولما نلاقي شهادة ميلاده فيها اسم امه هنعرف، وساعتها هنتأكد اذا كان هو جمال شوكت مهران ولا لا. تتأكدي منين؟ من شهر العقار، لان القصر باسم ام الولد اللي مات، زي ما عرفنا من البلتاجي اللي باع القصر لعمي. اللي سافر معايا مش انا، واحد من الملجأ ورجع بعد الحرب وقال اني خفيت، لكن انا تعبان تعبان. انت مدفون فين يا جمال؟ في بير، في الارض باسمي طنطا، في دليل السلسلة الذهب عليها اسمي هناك هناك. الو، ايوه نجلاء، انت فين؟ فين؟ شوف انا جبت ايه؟ ايه؟ الله، دي شهادة ميلاد جمال مهران. ايوه، اسم الام بقى؟ اسم الام حياة محمود لبيب. شوف دي كمان. الله 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 الله، الله يخرب عقلي. بالسرعة دي جبت صورة من عهد الملكية. اقرا اسم المالك. اسم المال، اسم حياة محمود لبيب، يعني هو. قصدك مش هو، يعني مش هو اللي المفروض يكون في المكان ده. كلامك مظبوط، مش هو. لكن مين عارف؟ مش يمكن لو كان جمال مهران الحقيقي عايش ما كانش قدر يوصل للمكانة دي؟ جمال مهران اللي موجود دلوقتي وصل للمكانة دي بمجهوده وثقة الناس فيه. وزير، عضو مجلس الشعب، صاحب مؤسسة مهران للصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير. حسب معلوماتي انه ورث المؤسسة دي عن ابوه وامه، يعني ما استغلش منصبه عشان يكونها. لكن الحقيقة انه خد مكان واحد تاني وخد ثروته، ثروة ملوش حق الاستمتاع بيها. لكن ايه الحل؟ تواجهه. هينكر. ما يقدرش. يعني ايه؟ عايزاه يوافق انه يستغل ثروة مش ملكه؟ عايزاه يهز مكانته الاجتماعية؟ وعشان ايه؟ مين اللي هيصدق الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ افرضي حد صدق، فين الدليل؟ مفيش اي دليل. مستحيل هيتنازل عن تعبه وجهده الشقاء السنين اللي فاتت كلها عشان واحد ما يعرفوش، واحد مات ولا حد اكتشف الجريمه. اللي اتقتل جمال مهران الحقيقي، واللي قتله جوز امه جمال مهران اللي موجود دلوقتي ملوش اي ذنب يا نجلاء. هاشم، مش انت اللي تقول كده يا نجلاء؟ انا تعبت حقيقي تعبت. اسمعني يا هاشم، انت مش مطلوب منك انك تحاكمه، مطلوب منك انك تواجهه. احنا مش قضاة عشان نحكم عليه. امال ايه؟ أرجوك يا هاشم، في روح تتعذب ولازم تستريح. حاضر يا نجلاء، حاضر. ابنك مال؟ اختفى من 10 سنين. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عباس ابو الخير عبد السلام. قول وبعدين؟ دورت عليه في كل حتة ما لقيتوش. يئست، سبت مصر وسافرت بلاد بره، لكن رجعت من سنة كنت نسيت الموضوع خالص، لغاية ما جالي واحد صاحبي قال لي ان ابني كان بيلعب مع اولاده هنا لما كانوا بيزوروا جمال بيه. طب وصاحبك ده ما قالكش الكلام ده ليه من 10 سنين؟ بصراحه خاف يقول لي، لانه وزير وبيخاف يعني على مركزه الاجتماعي. ممكن برضه حاكم الناس الكبار دول بيخافوا على سمعتهم موت. بيقولوا في هنا بير يكونش وقع فيه. يوه، ده بير قديم اتردم من زمان. مش جايز هو ده؟
طب نبلغ البوليس. لا لا لا، بوليس ايه؟ لا ليه؟ انت مين بتقول؟ النب ده واقع فيه يا سيدي. لو بلغنا البوليس وجه ملقاش حاجه هيبقى بلاغ كاذب. كلامك مظبوط. دلوقتي لو دورنا ولقينا ابني نبلغ البوليس، ساعتها انتوا هتكونوا شهود معايا، ولا انا غلطان؟ لا 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 مش غلطان، انت عندك العيب. اتفضل. طب تعالى خد معايا. حاضر يا ريس. عليك كنت فين؟ مهم تعرفي؟ اه ده رحت؟ هو ده اللي حصل يا نجلاء. وهربت؟ عايزاني اعمل ايه؟ ابلغ البوليس؟ هيكتشف ان انا كذاب، لا عندي ولد ولا عمري كان عندي ولد. عموما مش فاضل غير المواجهة. وهي دي اصعب مرحلة. ايوه علواني، في ايه؟ ايه؟ جثه؟ جثه مين؟ جثه طفل؟ هيكل؟ فين؟ عند انا في عزبتي انا؟ ايوه ايوه، فين؟ في الغيط ولا فين بالظبط؟ بير؟ بير ايه؟ جرالك ايه يا علواني؟ مالك؟ انت بتخرف ولا ايه حكايتك بالظبط؟ اجي فين يا فندي؟ ما انت عارف ان انا ورايا شغل وعندي النهارده جلسه في المجلس وبحضر لها. طيب طيب يا علواني. طيب جمال بيه، أنا دكتور هاشم فريد، في موضوع خاص عايز أكلم سيادتك فيه. أنا مش فاضي دلوقتي. بل الكاتب بتاعي سيادتك تحدد الميعاد وأنا تحت أمرك. أنا مستعجل دلوقتي. جمال بيه، في موضوع يهم مستقبلك السياسي. طيب
أرجوك أنا مستعجل دلوقتي وأبقى حاطط معاك بعدين. بعد إذنك. اطلب لي رسا شكرا التواب. الو اديني رسا شكرا التواب من فضلك. جمال مهران. ايوه شكري انا عايزك ضروري. في واحد بيهددني ويقول عايز يقابلني في موضوع خطير يهم مستقبلي وسمعتي السياسيه. اسمع خد عندك العنوان ده. حضرتك الأستاذ هاشم فريد؟ دكتور هاشم فريد. ممكن أدخل؟ مين حضرتك؟ شكري عبد التواب وكيل أعمال الأستاذ جمال مهران. أي خدمة؟ أيوه تحت أمرك. في حاجة خاصة بالأستاذ جمال معاك ممكن تديها لي؟ افتكرت اخدها لو سمحت. متاسف. ما هو لو ما اخدتهاش دلوقتي بالذوق هروح اسم البوليس واقدم محضر واجيب اذن من النيابه بالتفتيش والبوليس هيجي ويقلب القصر الجميل ده كله. بقول لك ايه؟ انت فاكر ان البوليس قطاع خاص مش شغال تحت امرك ولا ايه؟ فضل. يبقى حضرتك اخترت الحل التاني. صح اللي قلت عليه. صح مع السلامة. اتفضل. مين الراجل الغريب ده؟ ده ستي وكيل اعمال جمال مهران جاي بيهددني وعايز السلسلة. طب وبعدين؟ زي ما شفتي الحق ورقة ايه اللي جات لك من الاسم؟ مش عارفة ومش عارفة اروح ولا لا. اكيد اكيد بسبب الولد اللي هنا كانت ورطة سودة. لازم تروحي. معلش انا هفضل هنا لاني متأكد ان في حاجات كتير جدا هتحصل. انا عارف. طب خلاص هكلمك اول ما اروح. طيب باي باي. مع السلامة. نجلة يا هاشم بكلمك من الشارع. اه في حاجة غريبة حصلت. شكري عبد التواب. ايش ده؟ معرفش حادثة عربية. اه العربية اتقلبت فجأة. الناس كلها مستغربة بيقولوا ما كانش في عربية معدية ولا بيفادي حد. انا شفت الحادثة يا نجلة. بعدين افهمك. اه
زي ما اتفقنا. استنيك. بلغتوا البوليس ولا لا؟ بلغته دلوقتي. طيب يا ترى الجثه دي بتاعت مين؟ جايز جثه ولد كان بيلعب وقت في البير. محدش هتبلغ ان محدش بلغ. طيب والراجل اللي قالوا لنا عليه ده؟ نصاب. نصاب في ايه بس؟ وكان جاي ليه؟ وعايز ايه؟ الله غريب يا فندم. يكونش هو الدكتور اللي جه يقابلني الصبح ده؟ جايز يا فندم. ايوه بس عايز مني ايه؟ الو؟ ايوه. طيب حاضر. المكتب. ايوه. ايه بتقول ايه؟ وحصلت انت الحكايه دي فين؟ في المعادي. طيب طيب مساء الخير دكتور هاشم فريد. ايوه سيادتك اللي طلبتني وحددتي معاد الساعة 8 مساء فأنا موجود قدامك. أي خير؟ أنت عايز إيه؟ وعايز تقابلني إيه؟ مكان من الأول يا جمال بيه. بدل ما تبعت لي أفندي سمك يهددني ويفتح لي محضر. من فضلك أنا مش فاضي وعندي شغل كتير، لو سمحت اختصر. إذا كان عندي ساعتك وقت أنا تحت أمرك، ما عندكش ممكن نحدد معاد تاني. بعد إذنك. انت كنت بتعمل ايه في العزبه؟ يعني سيادتك استنتجت ان انا اللي كنت هناك في العزبه؟ تقريبا نفس الاوصاف. عشان كده طلبتني. ايه حكايه موت شكري عبد التواب؟ وقصه مين اللي انت رحت العزبه عشان تلاقيها؟ وازاي مات شكري؟ ايه حكايتك بالظبط؟ ثم ايه اللي جاب السلسله بتاعت معاك؟ طب سيادتك هيكل مين اللي لقيناه في البير في العزبه؟ هيكل جثه الطفل طبعا. عارف مين الطفل ده؟ وانا هعرف منين؟ تحب تعرف؟ طبعا. طفل اسمه جمال شوكت مهران. نعم. اظن سيادتك سمعت الاسم كويس. طبعا سمعته. لكن انا جمال شوكت مهران. للاسف. سيادتك لقيط. اخلص. انت اللي هتخلص. واسمعني كويس لاني تعبت. تعبت من اليوم اللي سكنت فيه في القصر اللي اتقتل فيه جمال مهران. انت بتخلص بتقول ايه؟ انا ما بخلصش. انا معايا ادله على كل كلامي. اسمع بقول لك. انا عارف اللي زيك كويس قوي. يعمل يعني شوشره عشان يحطوا قرشين والسلام. لكن لا انا ما عنديش استعداد ابدا اني اتعمل اي تحديات او وجع دماغ عشان شيء انا عارفه ومتاكد منه. أنا كمان ما عنديش استعداد لأي مشاكل ولا وجع دماغ على شيء أنا كمان متأكد منه. متأكد من إيه؟ من إن أنا مش جمال مهران؟ أنا زي ما قلت لك أنت طفل لقيط. جمال مهران الحقيقي اتقتل في القصر اللي أنا ساكن فيه دلوقتي. اللي قتله جوز أمه. أنت بتقول إيه؟ جمال شوكت مهران كان طفل عاجز مشلول. أبوه الله يرحمه شوكت مهران ساب له ثروة كبيرة ومات. الأمة كتبت الثروة باسم ابنها وماتت. أبو زيد حسن جوز الأم قتل الطفل جمال شوكت مهران لأنه كان ميؤوس من شفائه ودفنه في العزبة. واتبنى طفل من هنا وسافر بيه على أوروبا عشان يتمتع بالثروة كلها. لكن للأسف أبو زيد حسن مات في أوروبا. عندي ما يثبت ان شوكت مهران مات هنا بالسكته القلبيه. اللي سافر معاك اوروبا ومات هناك هو ابو زيد حسن جوز والده جمال شوكت مهران الحقيقي واللي اتبناه.
ما حصلش ما حصلش. ابويا هو شوكت مهران وهو اللي سافر اوروبا وانا سافرت معاه وانا طفل صغير. هو مات هناك وانا رجعت. لا هو شوكت مهران ولا انت جمال شوكت مهران. قصدك يعني ايه؟ ايوه جمال بيه قصدي. اسمح لي انا مضطر اناديك بالاسم ده لان ما اعرفش اسمك الحقيقي ولا انت كمان. انت مالكش ذنب مالكش دخل في الجريمه. بالعكس انت حافظت على سر الطفل مات مقتول. مين عارف لو كان عايش الطفل ده كان عمل ايه في الثوره دي. انت كبرت وسبت ثقه الناس وانا واحد من الناس. انا مش مصدق. لا صدق لانك متاكد كويس قوي ان ماليش اطماع ورا الحكايه دي. كل المطلوب مني اني اواجهك بالحقيقه. مطلوب منك ومين اللي طلب منك؟ جمال مهران. روح جمال مهران. وعايزني اصدق اللي انت بتقوله ده. الشرطين دول فيهم ما يثبت ان روح جمال مهران موجود. متخافش صدقني ما عنديش نسخ تانية. الظرف ده فيه عقد بيع القصر وشهادة وفاة شوكة مهران هنا في مصر وشهادة وفاة والدتك والمفروض شهادة غلابك وفي كمان عقد جواز والدتك من ابو زيد حسن اللي اتبناك وسافرت مع اوروبا ومات هناك. السلسلة دي كانت مع الهيكل في الاسم. ما تخافش صدقني ما حدش هيعرف حاجة. مش عارف انا ليه واثق فيك. انا اسف. لسه راجع تعبان شويه. عملت ايه؟ طيب طيب مستنيك. مع السلامه.
نتأكد من حاجة. طب احنا رايحين فين؟ واحنا في الطريق افهمك تعالى. جابوا لغاية الأوضة علشان يشوف الحادثة بنفسه زي ما انت شفته بالظبط.